مشاهدينا بنتابع صباحيتنا نحن وياكم، برحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا متابعين صباح لبنان. اكيد فيكم تابعونا على تويتر @صباح لبنان فولو اس، كمان اعملوا لايك للبيج على فيسبوك صباح لبنان حتى دائما نكون على تواصل نحن وياكم. اولى فقراتنا الحواريه رح نروح فيها على بلاد البرد يلي الفنان اللبناني العالمي نقل لها دفى الفن ودفى الرسم لحتى يكون مشارك بمعرضه يلي أقيم هناك ورجع مؤخرا حتى يحكينا عن نجاح جديد بضيفه لمسيرته العالمية. ضيفنا بالاستوديو لليوم الفنان اللبناني الأرمني العالمي الرسام هرير. بداية أهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان، وألف مبروك يعني من بعد العودة من موسكو. هي أول كمان إطلالة معنا، أول إطلالة لي على التلفزيونات ببيروت بلبنان. أول شيء بقول لك صباح الخير. أهلا وسهلا. وبحس حالي إنه ببيتي، مشان أول بداياتي أنا كنت تقريبا اكثر، يعني ما كان في غير تلفزيون لبنان تقريبا، كان في كانال 7 وكانال 9. صحيح، يعني بحس حالي انه كاني ببيتي. يعني المسيره مستمره من ال 61 ولليوم. نعم. معارض. نعم. يعني برمت العالم كله، يعني بين لبنان، بين جده، بين الرياض، البحرين، اسبانيا، واشنطن، اليونان، يعني اذا بدي عد برازيل، برازيل، ارجنتين، بالطول، باريس كمان، دمشق، يعني دمشق، السعوديه، روما، بس موسكو كانت يعني هيدي اخر مرحله لإلي، يعني اخر. كيف كانت موسكو قبل ما هيك نرجع نعمل فلاش باك على كل المسيره؟ يعني طلبوا مني اعمل معرض. انا من هذيك السنه تقريبا. نعم. كانوا طالبين، وانا رحت بنفسي لشوف كيف الجو، وهيدا شفت انه موسكو بلد رائع، يعني انه كل شيء موجود وحلو. وبعدين بتشوف الثقافه والفن موجود بهالمدينه الراقيه، يعني بتجنن يعني. نعم. واتفقنا مع الجاليري وعملنا المعرض 21 بالشهر. اكيد كان نعطي يعني للسفاره اللبنانيه، يعني خصوصا السفير شوكت ابو نصار، كان يعني كتير يعني اهتم بالمعرض، وكان كان معرض لإله، يعني كتير اهتم وعزم كتير ناس، خصوصا أكتر شيء سياسيين ودبلوماسيين يعني، وكمان السفارة الأرمنية كمان كمان اهتموا كتير. بس هو كان أهم شيء إنه الكونتاكت اللي كان عندي مع الروس، الكوليكسيونير الروس اللي عجبهم شغلي كتير. كيف كان التفاعل يعني مع الروس اللي عم تحكي عنهم؟ كيف تفاعلوا مع اللوحات؟ على كل حال رح نشوف اللوحات تباعا. نعم. كمان على الهواء شافوا انه كتير قريب لهم، انه شغلي كتير قريب، يعني كتبوا بالجرايد وبالروسي. اكيد ما ترجمولي، مشان هنيك صعب يعني كل شيء بالروسي، وهذا قليل، بس اسمه مكتوب بهرير بالهرير، حتى اسمي بالهرير مكتوب باللغه الروسيه. نعم. ويعني مثل اليونان، هن عندهم الالفابيت تبعهم هيك مثل اليونان. صحيح، عندهم مغايره شوي عن الالفابيت اللي نحن. بقى كان كثير يعني قالوا انه هي ستايل، يعني ستايل تبعه يونيك، يعني نادر، وبعدين قريب لنا وكثير قريب لحضارتنا، يعني انه اكيد انا عم شوفك حال مقتطفات جماعتك بشخصيات كانوا متواجدين بالسفره، حفل بالسفره، بشخصيات دبلوماسيه، سياسيه، فنيه. مزبوط. كمان اجتماعيه كانت موجوده. انا بدي احكي عن التام تبع المعرض، يعني كانوا طارحين تام معين، لا لا لا، تركوا حريه الخيار لك لا لا لا، ما تنطلق تام هرير يعني، بس مثل ما انا بدي يعني عرضت اشياء يعني كثير يعني مثل بيعرفوني بهالاسلوب، يعني هو يعني من روح البيزنطي، روح المنمنمات البيزنطي والشرقي، هل ستايل يعني انا مشهور يعني بهدول. اكيد كمان كان في الحصان اللي هو
كتير مهم ب هو الأساس. يعني خلينا نقول الأساس إذا بيقولوا بالفرنساوي مون شوفال دو باتاي يعني صحيح هو الإيماج دو مارك يعني كونتها لحالك على مر السنوات يلي دائما بيكون مرافق ويعني واخترته لحتى يفرجئ رجل بأوتو بفيريليتي تبعه يعني هاي المرحلة يعني الثانية بمرحلة بشغلي يعني بمشواري الفني بس المرحلة الأولى كانت الأيقونة يعني أنا كتير صحيح. تأثرت بالأيقونة وبالفن البيزنطي يعني المنمنمات يعني وهيدا رسومات عديدة يعني بين أيقونة الصلب The Last Supper العشاء السري Visitation صحيح Dormition الأباريسيون الأنونسياسيون يعني كل تقريبا بس بأسلوبي أنا أكيد نعم كنت مختلف مشان هيدا يعني اذا فينا نعلق على اللوحه اللي عم تمر على الهواء يعني هالستايل هيدا هون الحصان يلي عم نشوفه وهو بكون الايدنتيتي هون طبعا. الحصان هيدا بالالوان الازرق و يعني الحصان هو قوه مع الحركه اكيد بدائره على طول انا عندي دائره موجوده بكل لوحاتي بتحس انه هي الدائره هي لا نهايه هي العالم هي الكون هي الـ يعني هي الكينونه كلها اللي بتبرم وبتدور ايه هون هلا هون بينا عم نترفع هون كمان الحصان بس هون ما استعملت انا كتير بستعمل الالوان هون ما استعملت صح. اللون استعملت بس الذهبي والرمادي والابيض والفلاور وومن يلي دائما مرافقه كمان الحصان ايه. كمان موجوده ببعض اللوحات هون تقريبا من الاسلوب الايقوني شوي هيدول اللوحات تبع من معرض موسكو من معرض الجاليري هون الحصان بجماله بقوته بحنانه بانفوانه هون كمان هيدول هالالوان هذا جديد عم بعملهم كله يعني ما في يعني معروف بالالوان الناريه ناريه عم نشوف كمان في كمان الوان مغايره يعني ولكن الالوان الناريه يعني نزود. الاحمر البرتقالي الاورانج الاورانج الازرق البلو وهون كمان ذات الشيء اكيد هيدي مثل يعني فكره يعني هون عم نشوف هالزهره اللي عم تتفتح وهال ما بعرف لا مش زهره هول ال شو اسمه سمك انا بعيد الرتور عني مزبوط صحيح سمك كمان اصبر بعيد الرتور عني صحيح السمك هيدا سمك هو يعني رمز الخير ورمز ال قديش في هون يعني مسرحيات يعني سمك بالديانة المسيحية هو بيرمز للسيد المسيح للمسيحية قديش في إيحاء وخاصة انه حضرتك بالبيزنطية يعني ورسم لوحات ايه من مزبوط. تاريخ البيبل ايه انا كتير يعني السمك عندي كتير مهم مش بس انا عملته يعني ماتيس حطه عمله بلوحاته في عندهم اللوحة المشهورة لبوسون روج السمك الأحمر صحيح. يعني هو السمك هو خير يعني مش يعني شو حتى بالمسيحية هو الخير لما صحيح. المسيح يعني صحيح حتى لما كان قبل مزبوط. يعني قبل المسيحية لما كان على عهد الرومان وعلى عهد الأتي كان رسم السمكة ايه. هو وبعدين أشوفه أنا كتير قريب لإلي وبحبه يعني مثل الحصان بحب الحصان على طول بستعمله بلوحاتي يعني خصوصا اختيار الحصان كايدنتيتي على مر هالمسيرة الفنية اجا بالصدفة كان وليد صدفة او كان لا انت قررت على هالمسيرة لا قررت انه اخذت انه هو رمز وهيك وبس كمان عم بستعمله كل مرة بلون شكل لما بيكونوا ناس يعني باللوحة بيكون قاعدين يعني جمعة قاعدين او شيء طاولة او شيء على طول بستعمل الرمان بستعمل التفاح وبستعمل السمك حلو والحامض مرات كمان يعني هيك بشكل يعني هون هي اللوحة هي القوة والمحارب هيدا حلوة كثيرة هيدي ايه يعني. المحارب هي كانت تبعول الأفيش كانوا حاطينهم بالطرقات نعم كانوا بيحطوا بانويات هي كانت الأفيش تبع المعرض إذا بدي أحكي عن العمل اليوم يعني وصولا لموسكو عندك حامض وكويك يعني حامض وبردان صح صح حتى موز في بس يعني انه بيحلي وبيعطي هيك روح للوحة نعم حلو كتير
يعني اليوم بهالمسيرة اللي مستمرة لليوم ووصلت للمشاركة بموسكو، قديش على الصعيد الشخصي يعني انت بتحس هرير الفنان قديش تطور على مر السنوات، وقديش بعدك لليوم كل ما بتلقط الريشة وبترسم كل ما بيكون في فكرة بتكون بعدك عم تتعلم منها؟ مزبوط. لليوم عطول انا يعني ضل يعني بجرب اتطور، بس باسلوبي انا. نعم. بخط يلي انا دقيته يلي بهالخط هيدا بتطور. يعني اليوم ما بتشبه يعني حدا، ما بحب انه ضيع جمهوري اعمل شيء تاني يعني بالمره. هلا برد لك عم بغير او بغير، انا بغير باسلوبي انا. ضلني هرير يعني هيدا مثل ما قلت تريد مارك تبعي. قد ايه صعب، قد ايه صعب انك يعني ما توقع بالتكرار؟ لا ما بتوقع بالتكرار، يعني كل مره حتى الحصان صرت رسمه شيء 500 مره، بس كل مره بلون مختلف، بحركه مختلفه، بروح مختلف، بلون مختلف، بضوء مختلف. يعني انه في ما فيك ترجع، يعني انت حتى اذا بتجرب تعمل زيت اللوحه ما بتزبط، ما بيطلع نفس الشيء. في عندي هالعفويه يلي موجوده بشغلي، ويلي انا هيك ما بقدر اكرر زيت الاسلوب او زيت اللوحه او زيت الموضوع. صحيح، كل شخص بيكون عنده هيك الهام، او بيكون عنده شخص او شيء بيستلهم منه عمله. اليوم مهرير بيستلهم من القراءه، من احداث بتصير حواليه، ممكن من شخص ممكن يلتقى مزبوط. فيه هذا لا بيساعي، بس انا بالبدايه اخذت من اللي موجود دير من داري، اخذت من الحضارات اللي مرقت بالشرق، اخذت من الحضاره الرومانيه، الحضاره الارمنيه، الحضاره البيزنطيه، حضاره الفينيقيه، الفزيفزاء من هون، المنمنمات الايرانيه من هون، المنمنمات المينياتور الارمنيان الارمنيه من هون، الخط العربي. انا اخذت من يلي موجود دير منداري، ما يعني وعندي عالمي، انا باخذ من عالمي، ما فيش يعني شخص جديد يعطيني فكره جديده، لا يعني بضل بيقدر بيطورني بشغلي، بس انه بضل انه انا عالمي موجود وباخذ منه، باخذ يعني هالعالم يلي عم تحكي عنه بينبع من من ايجو يعني موجود عندك، يعني هل انا يلي موجوده بالعمل او لا؟ هيدا ثقه بالنفس انه ايه انا، لا ثقه بالنفس، انا اليوم وصلت لمرحله انه ايه في افرض يلي انا برتاح فيه. في الحال بتقولها يعني اي دو وات اي لايك، يعني انت بشغلك انت يلي بريحك بتعمله، ما بتتكل وما بتطلع على حواليك. وانا يعني بعمل يلي بيريحني. انا هلا عامل هندسه أرشتكتور انتيريور بالألبا بالأكاديمية اللبنية للفنون الجميلة، بس ما مارست الهندسة عشان مجبور تعمل يلي هن بدهم، عشان بالهندسة بدك تشوف الشخص شو بده لبيته، شو بده يعمل، كيف بده يعمل الصالون، كيف بده يعمل الحيطان. بس بالرسم حر بعمل يلي أنا بدي، ومثل ما عم بتقول إنه I do what I like، مظبوط أنا بعمل يلي بدي. وبعدين انه عندي ثقه بنفسي. نعم. مزبوط اكيد اذا ما عندي ثقه بنفسي. وبعدين يعني مش ممكن حدا يجي يكون طارح فكره لوحه معينه ويقول لك عنها يعني هيدا اللوحه، هاي ما بتزبط. Take it or leave it. يعني هيدا سفير لبنان وسفير امريكا وسفير بغداد، لا ما بعرف العراق، ما بعرف مين هيدا الصامي. هودا السفراء اللي كانوا متواجدين بافتتاح المعرض بموسكو، المعرض اللي استمر تقريبا لعشر ايام بموسكو، 15 نهار يوم. وكانوا قلت لهم لا خلص، بصير عندي انا معرض قريبا بمحضر لروما. هلا لوين التحضير؟ بس مش هلا، بمارس بأذار، يعني شهر أذار بروما. بروما. وبعدين بدنا نعمل لنا شيء ببيروت، نعمل لنا مثل ريتروسبكتيف يعني مثل ريتروسبكتيف بالبيال، يعني ناخذ لوحات قديمه لإلي يعملوها مثل هيك. نعم. من نعم. كل المراحل من شغلي ويعني هيك مثل هيستوري وهي بقى هيك يعني انه اليوم بس تطلع باللوحات اللي يعني رسمها بيكون في فرق مثلا 10 سنين بين كل لوحه، او لوحات مرسومه من قبل، في لوحات مطبوبه عندك يمكن ما حدا شايفها وقديمه. وانا ما عندي كثير حقيقه، بيجوا هيك بهيدا وبعطينا بليز، وهي مرات اقدم لهم اياهم او شيء،
لوحات قديمة عندي يعني كم واحد أكيد عندي يعني بس مش كتار. في ناس بيخلوا يعني إنه ما في لوحات يعني خاصة هيك يعني في كم لوحة هيك إنه بس كلهم أنا بحبهم لوحاتي مثل أولادي. وتعرف كيف واحد يعني بيجيب بيبي أو شيء أنا مثل بيبي أنا خلقتهم هاي دولة هاي اللوحة عشان اللوحة عندها روح كمان تحكي أكيد. أكيد. وبتبكي وبتنبسط وبتهذا يعني أكيد. إنه هيك يعني بفن الرسم كل شخص بمعن وبيقرأ داخل اللوحة بتفاصيلها كل واحد هو حسب نفسيته حسب رؤيته. مع هرير أنت بتقود المتذوق والمتفرج على لوحتك يعني أنت بتقول له شو بده يشوف لا لا لا. من خلال رسمك أو لا أو في كمان حرية ما بحب أثر على إنه هيدا هيك وهيدا بتقول من أي لوحة أحلى هيدي ولا يعني مرات بيكونوا سوري بدهم يشتروا لوحة أو شيء يعني لا طيب هيدي أنت أي واحدة بتفضل بقول له أنا بحبهم كلهم يعني ما بحب أثر. وهو أحلى عيون عيون الطفل يلي بيشوف اللوحة بيقول لك هيدي أحلى وحدة هو الأصدق بتكون بيكون أصدق واحد مشان ما بيكذب ما بده فلسفة ما بده يتفلسف إنه هيدا فيه ضعو فيه ما بعرف شو الولد أو حتى المتفرج البسيط يعني مرات بلا ما يفلسف الأمور يعني تفلسف ما هيدا تفلسف وهيدا ما بيعطي كله إنك هيدا جاي الضعو فيتل ما بعرف شو فيه أنجل جاي هيك وهيدا. بتحقيق بالديلي ستار من فترة يعني من سنتين تقريبا كتبوا وبختام التحقيق بيقولوا عن لسانك انه انت قايل انه بيروت كانت حلوة بيروت was beautiful now everything has changed even the artist وهلأ كل شيء تغير حتى الفنانين. قديش بعد هالمقولة لليوم يعني صحيح بيروت قديش بيروت تغيرت وقدي الفن تغيرت بيروت مشان انا بعرفها أنا يعني خلقان ببيروت أنا خلقان على زيتونة يعني وأحلى منطقة كانت هلا تغيرت يعني أكيد بعدها حلوة بس ما فيها الروح القديمة كله جديد صار وباب إدريس وشارع جادة الفرنسيين وهذا كانت منطقتنا يعني هلا بروح بفرج وين قالوا لي إنه هون صار بيتنا حد الزيتونة باي هلا صار يعني أنا إذا بدي فتش مش أنا بتذكر بيتنا كان المي البحر كان في صخور يعني والماي كان يجي هيك كله تغير والناس تغيرت والنفسية تغيرت ما بقى فيها الـ يعني انه بس فنانين في جديد عم بيطلعوا كثير يعني وعم بيعطوا اشياء جديدة وهي اكيد بس ما عم بيتميز فنان اليوم بيتأثر بهالأحداث بهالضبابية يلي عم بتصير لا بعضهم بيقلدوا أشياء عملت من كذا سنة ما في حدا لفتك يعني لا قلت إنه هيدا الإنسان بروميسينج هيدا ممكن يطلع هليل. منه أو ما في يعني ما في يعني ما عم بيتميز بأسلوب وأهم شيء الأسلوب بتتميز بأسلوبك والأسلوب ما بيتغير الموضة بتتغير بس أسلوب ما بيتغير صحيح. الأسلوب مع الوقت بيضل عذبت لتعمل انت اسلوب لك يعني لهالنجاح الكبير يلي حققته عالميا اليوم ما في شيء بيجي على الهينه يعني ما في شيء بيجي الا ما الواحد هو يتعب ويسكر على حاله ويعيد ويعمل قديش هالاسلوب اشتغلت عليه وتعبت وبقيت مسابر على هالنجاح يعني انه بده صبر وبده يعني لازم يعني ما بعرف انه بده شغل اكيد بقى كلهم هلا بقوام بدهم يوصلوا بمعرض اول معرض بيعملوه بدهم يوصلوا صعب لازم يشتغلوا لازم مش انا اول معرض وثاني معرض وثالث معرض يعني ما كان يعني كنت ناجح بس ما كنا نبيع اسعار كثير كنت بلشت عند يوسف الخال كان عنده جاليري وان هو وهيلين الخال يوسف بيا لورد كان اول واحد هو كان شاعر كبير يوسف وهو اكتشفني كنت انا اخذت جائزه صالون تبع الخريف مع حف سرسو وشاف شغلي وقال لي بليز نجيبك لعنا بدك تعمل عنا وفتت بهالجو الثقافي عنده ما هو كان هو كشاعر نعم. كان عندهم دار الشعر مجله صحيح. دار الشعر وكل خميس وكان عندهم جاليري كبيره صاله كبيره للفنانين المشهورين يعني مثل وقتها كان في بول جراغوسيان كان في شافي عبو كان في جوليانا وكان في يعني فنانين كبار وعاملين صاله صغيره للمبتدئين بس يلي عندهم يعني عندهم شيء وانا كل خميس كان يعمل اجتماع بقى اشوف يعزمني يوسف يقول لي تعال في كل هال
الأدباء والفن، يعني كان في نزار قباني يجي، يجي أنسي الحاج، ويجي نزيه خاطر، يجي أدونيس، يعني كان جو حلو، جامعة فنية. إيه جامعة فنية، وجو تبع التلفزيون لبنان، هيدا كان الجو الحلو. وهلا تغير كله، صار طقش وفقش ومكياجات وتنفيخ وغير شيء، غير جو صار. كان في يعني كان في هالاوثنتيسيتي اللي عم تحكي عنها هال يعني خلص خلص تغير تغير، مش هذا قلت انا وقتها، تغير كل شيء تغير. اول كان في يعني بدك تكون عندك كثير تالنت، تكون موهوب لتوصل. نعم. نعم. هلا مع امبريزاريو قوي وشويه قصص وشويه فضايح وهيدا عم بينجحوا، يعني هدول عم بحكيك بجو التمثيل والغنى وما بعرف شو هدول. صحيح صحيح. هرير اليوم يعني مع كل الجوائز اللي حصلتها ان كان لوكالي او انترناشونالي، يعني على صعيد الوطني او المحلي او حتى العالمي، يعني بالعام 64 ثلاثه جولدن ميدلز على التابستري اللي كنت عم تحكي عنها بالبريزيدنشن بالاس ببيروت، بالعام 65 كمان لمتحف سرسو، بالعام 71 جولد ميدل بروم بايطاليا، بالعام 89 برايز اوف ذا يوروبيان اكسلنسي بباريس بفرنسا، وبيال هيدا شو اسمه يعني بياف، و اكيد مع التكريمات الحديثه يلي وبروما كمان. اليوم التكريم بضيف لك او هو لا ما كثير، انا بس انه عم بيقدروا او هو محط بس انه محط انه تقدير حلو، بس انه ما بيزيد شيء، يعني انه بانه عم بيقدروا شغله الفنان اليوم بيسعى لانه يتكرم، او اذا اجى تكريم لا اذا اجى تكريم اذا ما اجى بكون لا اذا اجى اجى، يعني انه كلهم في كتير يعني بيقولوا لي نتكرمك بهالقصة هدول ما بعرف شو. نعم. انا مش ولا مغني ولا برقص ولا بمثل هدول ما بعرف شو، يعني ما رح اقول اساميهم. بياف هيدي عملناها مشان كان انه مش يعني بس هيدا وقت اول بياف كان اول دوره لأول اول وحده، مش بعدين صار كلهم ممثلين ومغنيين وما بعرف شو بقى. خلاص ما كتير، يعني بفضل انه يكون مثل اكسلانس الاوروبيين، مثل ميداليه الكاثوليكا والسبع لبنان او مدينه روما او شيء هيك، يعني يعني يكون شيء متخصص اكثر، متخصص يكون شيء على مستوى مش يلا 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 مش انه حيلا فبركة، يعني ما عمل يلا 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 اصلا. اليوم صرنا بمرحله للاسف يعني كل هيدا قلت انا عشان هيدا وقت قلت هالكلمه وعم يعني عم بجرب انه خبرك ليش قلت هيك. صحيح صحيح، لانه للاسف صرنا اليوم بعصر فنون فاغانيه لكل ديفان، يعني كل العالم بدها تحصل على جوائز جوائز وكلهم بده يوصلوا قوام، بس يلي بيوصل قوام بينطفي قوام. صحيح. ما بيضل ما بيدي ما بيدوم اليوم يعني يعني بالفتره اللي قبل يعني بانطلاقتك ما كان في لا سوشيال ميديا ولا كان في تويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام، ما كان فيها الانتشار الكبير، كان يعني في جرائد، كان في جرائد، كان في تلفزيون النهار، كان في لوريان، كان في لوجور، كان في كان صعب الانتشار، كان في تلفزيون لبنان، كان في صعب، كان الانتشار صعب اكثر، يعني اليوم بظل انه فيها السوشيال ميديا المنتشره وكل مزبوط. واحد منا قادر يكون عنده بلاتفورم، يعني اليوم انا بس اخذ تليفوني او اعمل تويت او اكتب حيلا شغلي على تليفون بقدر اوصلها للعالم. واليوم بعدنا بنقول بتقولوا انه نوصل صعب، انتم كيف وصلتوا؟ يعني قديش كان بعد اصعب بكثير بالمرحله يعني اللي انطلقوا فيها؟ أو كنت موهوب، لازم نقول أو كنت موهوب أو كان عندي حظ، بس يعني إنه واثنين مع بعضهم في توقيت، يعني بتحس في توقيت كان كان توقيت مضبوط من أول من البداية بلشت، يعني أنا عشان كنت بدي أنا عملت هندسة هندسة ديكور وأركتكتور انتيريور يعني بالأكاديمية وخلصت، بس أنا فنان أكثر من ما أكون مهندس، فنان بيكون حر أكثر بيقدر يعطي اكثر، ما بيكون مقيد بمكتب وكمان من الجوائز اللي اخذتها من البدايه. نعم. ما كنت معروف من ليله وضحاها، صرت مشهور، صار يعني حطوا صوري بالصور لوحاتي هدول تبع الجداريات تابيسخي يعني. نعم. حطوهم بالجريده بالاوريان لجور باول صفحه وثاني صفحه، يعني كان بدايه حلوه حلو. وبعدين هاي ماشي يوم تنبسط بس تشوف يعني بتحضر مقابلاتك او تشوف بالمجلات والجرايد، يعني بينك وبين حالك بتكون فخور، بتقول بعد بدي احقق شو يعني اليوم هيك حتى نختم الحوار، شو بعد في شيء ما حققته عبالك تحققه؟
يعني ما حققت يعني تقريبا بحب يعني على طول ارجع لجمهوري. هلا عندي براي على روما، عارض انا بروما نعم. كذا مره، بعدين بدي اروح على البرازيل ولبنان، وبعدين بدي ارجع اروح على الارجنتين، وبدي ارجع اروح على نيويورك. يعني بحب انا على طول، انا جلوب تروتر مثل ما بيقولوا الانجليز، هو على طول طالما يعني صحتي منيحه بعطي قد ما بقدر. هيدا اياه، وان شاء الله انه جمهوري بيحبني وين ما كان. هلا عندي صار جمهور بروسيا صار يحبوني كثير، حبوا شغلي ان شاء الله. عبال ما ترجع تكون ان شاء الله، قالوا لي انت جاي بدك ترجع تعرض الجاليري، قلت لهم بنشوف هلا حسب هاي وهيك. يعني انا بدي اتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله لبنان وارمينيا اللي حاملهم بداخلك تحملهم معك مثل دايما على مرسي كل مرسي العالم، وبتحصد نجاحات اكثر واكثر. الف مبروك مره جديده العوده من روسيا والنجاح اللي حققته هنيك، وعلى امل انه دائما هالحصان يلي بضلك ترسمه بضلك دائما يعني مخيل عليه وطاير بالنجاحات. شكرا لك واهلا وسهلا فيك عشان نورس العالم. هرير يا هلا، ميرسي كثير، اهلا وسهلا.